بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح لغات ورش الطريقة الشاطبية، يشرحها لكم الأخ كمال عن مروش من المغرب. نبدأ إن شاء الله الحزب 19، أول سورة التوبة، الصفحة رقم 187. في الحصة السابقة رأينا الأوجه بين سورة الأنفال، آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة. طبعا لا بسملة في أول التوبة، فمباشرة بعد الاستعاذة نبتدئ بأول التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة مد متصل في الإشباع، ورسوله مد منفصل في الإشباع. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. في الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. واعلموا أنكم مد منفصل في الإشباع، غير راء مضمومة قبلها ساكنة تلقق الراء للأزرق. إن وقفنا نقف معجزي بالياء، فنحذف الياء لالتقاء الساكنين، غير معجز الله، وفي الوقف غير معجزي. كذلك نفس الشيء بالنسبة وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي حال الوقف. فقط الوقف فقط اختبارا أو اضطرارا، لأنه ليس محل الوقف. الكافرين التقرير قولا واحدا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وآذان، نتبع حتى تقرأ بالمد، وآذان، وهذا خطأ، وهي وآذان. ورسوله إلى مد منفصل في الإشباع. الأكبر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بريء مد متصل فيه الإشباع. خير لكم راء مضمومة قبلها ياء ساكنة تلقق الراء. فاعلموا مد منفصل فيه الإشباع. نفس الشيء بالنسبة غير معجزي. في الوقف نقف بالياء معجزي، قبلها غير راء مضمومة قبلها ياء ساكنة تلقق الراء. بعذاب أليم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بعذاب أليم إلا الذين، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. شيئا مدلين في التوسط والإشباع. ولم يظاهروا راء مضمومة قبلها كسر تلقى قراء. عليكم أحدا صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. فأتموا إليهم مد منفصل في الإشباع. عهدهم إلى صلة ميم الجمع أو ضم ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. نفس الشيء بالنسبة لي مدتهم، إن الله نقوم بضم ميم الجمع بمقدار 6 حركات. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. الأشهر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. الصلاة لا مفتوحة قبلها صاد، مفتوحة تغلظ باللام الأزرق. وآتوا الزكاة، وآتوا بدل في الأوجه 3 المعروفة، لأنه بدل. سبيلهم إن الله، صلة ميم الجمع، هو عبارة عن مد منفصل في الإشباع.
إذن على قصر البدل من وآتوا لنا في رحمه وعارض للسكون القصر والتوسط والإشباع، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، استجارك نبتدئ بكسر الهمزة لأن ثلاثة الفعل مفتوح. ما معنى إبدال الهمزة حرف مد؟ إذن هذا ما في هذا الوجه من أحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.